صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وضع المال في البنك كوديعة لمدة، مع أنني لا أستطيع سحب أي جزء منه إلا بعد مدة الوديعة المتفق عليها بيني وبين البنك؟ الإيداع في البنك على نوعين: النوع الأول إيداع للاستثمار بالربا، هذا لا يجوز. النوع الثاني إيداع للحفظ فقط، لأنك تخاف على مالك، إذا كان عندك في البيت أو في الدكان تخاف من السطو عليه وأخيه، فليس هناك مكان آمن إلا البنك، هذا يجوز للضرورة، يجوز الإيداع للضرورة لحفظ المال فقط.